لا تقتصر معاناة اليمنيين جراء الحرب على من هم في الداخل فحسب، بل تعددت إلى من هم في الخارج. طلاب اليمن المبتعثون أحد أوجه تلك المعاناة في الخارج، حيث يجدون أنفسهم بعد مرور كل فصل وحيدين دون مستحقات وبلا دولة أو مؤسسات حكومية تتبنى قضيتهم وترفع معاناتهم. تأخر صرف المستحقات راكم معاناة الطالبات المبتعثات في ماليزيا. مؤخراً أستاءت أوضاعهن الدراسية والمعيشية، وهددن بالإيقاف من الدراسة والمنع من التخرج من قبل بعض الجامعات الماليزية بسبب تأخر السداد والمديونية المتراكمة، كما تلقين إنذارات بالطرد من السكنات للسبب ذاته أيضاً. نظمت الطالبات اليمنيات المبتعثات في ماليزيا داخل حرم مبنى السفارة اليمنية في العاصمة كوالالمبور للمطالبة بانتظام صرف مستحقاتهن المالية. في بيان الوقفة الاحتجاجية ناشدت الطالبات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الشرعية للالتفاف لمعاناتهن والتدخل السريع لتنفيذ مطالبهن المتمثلة بصرف الأرباع في وقتها المحدد وسرعة صرف الربع الأول في رمضان بشكل عاجل لتلبية متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر، كما طالبنا بصرف رسوم الطالبات للجامعات وسداد مديونيات الجامعات الماليزية. قضية المبتعثات في ماليزيا ومطالبهن جزء من معاناة الطلاب في الخارج الذين تركوا لمواجهة مصائرهم، وهي الزاوية الأقصى في المأساة. في بلاد الغربة يواجهون إنذارات وتهديدات بالفصل من الجامعات والسكنات، ولا شيء أمامهن غير الشارع. بعيداً عن مسؤولية الدولة، يحاول الطلاب المبتعثون تجاوز التحديات وتعويض مستحقاتهم المالية التي تسربت بين غرابيل الفساد بأشغال جانبية علها تخفف عنهم غياب المستحقات، لكنهم يصطدمون في كل مرة بالعجز وقلة الحيلة، فالاحتياجات أكبر وفرص العمل أقل في بلاد الغربة. أوضاع وظروف مأساوية يعانيها الطلاب المبتعثون والطالبات في الخارج في ظل أوضاع مزرية في الداخل، حكومة متنصلة من مسؤولياتها وواجباتها، وغربة ومهمة علمية محفوفة بمخاطر التوقف.